لك شو عم تحكي انت؟ اكيد جنيتي. انا ما جنيت، انا اخذت هذا القرار وانا بكامل عقلاتي. خلاص خلاص انسي. مستحيل انسى. بدك تنسي. وانا مستحيل اتراجع عن قراري. ام طالب لازم يكون لك صبي. لك يا بنت الحلال، انا مكتفي فيكي ومكتفي ببناتي، وهي اسمتي من رب العالمين. بس انا مالي مكتفيه ولا لي رضيانه، وطالما رب العالمين سامح لك تاخذ 4، ليش حتى ما تتجوز؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يخليكي امي هالسيرة. مو على كيفك. لك يا بنت الحلال، لك بدك تفضحيني؟ بدك اهل الحاره يقولوا الزعيم ابو طالب الاناواتي جاب ضره على مرته؟ بس انا اللي بدي جوزك وانا اللي بدي نعي الضره. ما بدي انسي. مستحيل انسى. بدك تنسي غصبا عنك. مو على كيفك، يا انا والضره بهالبيت يا بلا. شو عم تحكي؟ يعني مثل ما سمعت. لا انسي الموضوع مثل ما قلت لك. بسيطه. شو يعني ام طالب؟ هلا بتشوف شو يعني. عن اذنك هيك شوي. شيخ لا، ومجهزة برشتك كمان؟ ايه نعم، يوم اللي بتوافق فيه برجع لك خدامة إلك ولأم الصبي. خاطرك. لك شو اللي عم يصير؟ لك أنا بشو ولا بشو يا بنت محمد؟ ان شاء الله شوفي شو صار يا عمو. إلك شو عم تعملي؟ ان شاء الله احكي شوفي يا مرينا. شو صار يا أم طالة؟ لك ليش عم تلبسي مانطويك بنص الليل؟ رايحة أحرد ببيت أهلي، ويوم يلي بيوافق فيه أبو طالب إجي أنا وأم الصبي لهون على البيت بعد له خدامة إله ولضرتي. مشان الله طولي بالك، والله مو زعبتة طلعتك هيك بنصاص الليالي. مالي مطولي بالي. معقول يقولوا مرت الزعيم أبو طالب حردانة يا مو؟ بوس إيدك يا مو، بوس إيدك. طيب أبو طالب شو كان رأيه؟ بعيني أم صابر بعيني، مالك شايفتيني ماشية؟ وحدي الله لحتى نحكي معه. شو بدك تحكي معه؟ يلي شافني طالعة من غرفته وأنا حامل البقجة، شو بدك تحكي معه؟ مصمم على رأيه. اهدي شوي، بوس إيدك اهدي شوي. ولا شوي. أنا عندي حل. ما في حل يامو، ما في حل. الحل الوحيد إنه أبوك يوافق وبس. لك والله العظيم نحن مو ضدك بهي القصة، بس مو زابطة طلعتك من البيت بهالوقت. مزبوط يامو. والله لا تشوفينا هيك كبار، نحن بدونك كتير صغار. يامو مو حلو البيت من دونك. أم طالب لك رح تبكي البنات. مو أحسن ما نبكي بكرة كلياتنا لا سمح الله إذا صارت لها شي كاينة لأبو طالب وما عنده صبي يحمل اسمه؟ لك أصيلة، أصيلة وبنت أصول يا أم طالب، بس كمان بحياتي أنا ما سمعتها بأنه حرمة تترك بيتها وتحرد لأنه جوزها ما عم يجيب لها ضرة. بعدين بيناتنا يا أم طالب مو حلوة تتركي بناتك صبايا لحالهم بالبيت. برحمة طالب لا تتركينا وتتركي البيت. لك أمي برضاي عليكي، تفهمي علي، أبوكي بلا الصبي بيعيش وحيد، وأنا كلمة وحكيتها ما بتراجع عنها. طيب اسمعيني شوي مشان الله، شو رأيك تطلعي تحردي فوق بالفرنقلة بين ما نحل القصة؟ أي عمو بزمتي حل مناسب، وهيك بتكوني ضليتي جنب بناتك يلي بيضيعوا بدون. يرحم طالب توافقي على هالحل. الله يرضى عليك يا أم طالب. أي عمو مشان الله مشان الله. ماشي ماشي. يلا امشي امشي معك. بعين الله. اطلع اطلع. طيب رح أعمل لك أنا كاسة أسوم بتريحي أعصابك فيها. أعمل لك إياها هلأ ولا بعد شوي؟ إيه يمكن بدي إياها هلأ. إيه أكيد. ماشي خير مسامير أماني طيب. اشلحي المانطو. ما بدي اشلحي المانطو.
طالب اشلحي الماطه وتفرفدي. خلصنا، هي شلحنا الضرابه. خدي هي الماطه حطيها عندك مع البقجه. ارتحتي؟ مش عم ترتاحي انت؟ ارتحت. يا سيدي هذا بيت مراد اغا. مين مراد اغا؟ هذا كان اغا من اغوات حاره الانوات، وسمعنا انه مات وشبع موت. طيب ماله اهل ماله اولاد؟ والله يا ابني ما بعرف، يمكن كلهم طلعوا برا ماله حدا هلا. والعمل مختار؟ شو العمل؟ بدنا نفتح الباب. ليك الله يرضى عليك استعجل لي، النجار تاخر. مشي مفتوح. الله يرضى عليك. يلا بعد إذنك يا أبي، هي فطرنا نص فطورنا معك، وبدنا نطلع نكمل فطورنا مع أمي فوق بالفرنجة. إيه لأنه مو حلوة تفطر لحالة يا أبي. بس إذا بيزعجك هالشي خلاص بلا. لا يا أبي روح روح. من إذنك يا طيبين الزيتونة؟ شو طيبين؟ شبنا أم طالب؟ متي إيديك؟ كله ألف صحة وهنا، هلأ شوية تانية باكل. صباح الخير، سعد صباحكم. لك حبيباتي لسا ما أكلتوا شي؟ لك ما دفي مطرحكم؟ مو حلوة نترك أم طالب تفطر لحالة. فطرنا نص فطور مع أبي وجينا نكمل فطورنا معك يا عمو. والله سفرتنا مو حلوة بلاكي. الله يسامحكم، ما حلوة هيك تتركوا أبوكم لحاله. لك أصيلة وبنت كرام. أمي معي لقلك. لسا ما خلصت أكل. الأكل ما رح يهرب. أمي يلا. لك شو بدك؟ لك أمي خلصيني. كل يوم عدو ما معك. هلا باكل. لا بنتك رح أشر لك بيضة. صورة رجال من هنا أخي أبو طالب. قلنا مو حلوة هيك تقعد لحالك تفطر. والبنات الله يخلي لك ياهن ويديمك فوق راسهم يا حق، ما قبلوا انه امهم تفطر لحالها. لكان لك ام عبدو، هدول مربعين على الغالي. ولي على طولي ام طالب عم تفطر وكل لقمة بغصة يا اخي ابو طالب. بتهون اخي ابو طالب بتهون. صوتي يا عم صوتي.
حدا يقوش. ارمي سلاحك. فاي عن وشك. فاي عن وشك. وترفعي. معات. مرتي يا بنت الحرام. مرتي. خدوه. هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي ولا شر علي دواي تاهت بياد دروب المدن شرقا وغربا علي أجد بلسما ودواي يا ظل البشر مسحوا دمعتي الحجر طبطب على بلواي ناديت رب السماء ناديت رب السماء يوصف لحالي فرجة ودواي الصبر يأمل البشر ينفع لكل علة احمى ان شاء الله عيد الشر ما شو بعيدك بالك طولي بالك طولي بالك ما في شيء ما في شيء لا في شيء يعني عرضية وهي ملفوفة بهالشيء لك عم بقول لك عرضية خلص هلا بنحكي لك شرفت لا تقعدي مع الشحن ما يبعدوش اقعد 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 تعشى خير صغير شو صاير معك ما في شيء يا بي كيف ما في شيء يا بي ليك يا جماعة كانت طرقة رح تيجي بصدري هو اللي حماني وجد بكتفه قولوا الحمد لله الدكتور عالج وما في شيء وانا روحي فداك عمي ابو طالب استغفر الله يخلي لك حاتم يا رب شرفوا هدو ايه يا جماعه شو هادي عم بسمعه شو صاير سلامتك سيري شو صاير معك ما في شيء ما في شيء هلا بنحكي لك حط الاكل يا بي بس لحظه بس لطلع هي الصينيه لفوق لعند امي على الفرنكه لحظه يا بي الله يرضى عليكي قادي مع اخواتك انا بوصلها ابو طالب مبروك مسكت هالبنت الحرام عقبال ما نشوفها مدندلة بساحة المرجة بجاه كل مين إله جاه على الباقين الدواير يا مصابر الله كبير كانوا البنات بدهم يجيبوا الأكل قلت لهم لا عيب بكفي الزاد من دونك مو طيب لك إن شاء الله بتقبر قلبي معقول أنت كبيرنا وتاج راسنا تحمل صينية الأكل وتجيب لي إياها مطالب أنت الأمان أنت الهدوء أنت السكينة أنت الروح الله 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 لا يحرمكم من بعض سمعتي شو قالت أبي يحيى يلا يلا خلينا ناكل لقمتين وننزل نكفي مع البنات واللي بدك إياه رح يصير أنا اللي بدي إياه ونصالح جوزي وحبيبي بتاج راسي وعزوتي وكبيرنا بهالدنيا منتي علي يا مطالب الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا حق لكن تقبر قلبي خلينا نزل نتعشى مع البنات شرفوا عمي يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي هون علي الصار